مساء الخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا في اطفال الانابيب، وهو فشل اسباب فشل اطفال الانابيب. معروف طبعا ان اطفال الانابيب لما حد من المرضى بيجي مثلا المركز او بيروح المركز، فدايما بيسال ايه نسبه نجاح اطفال الانابيب، فتبقى دايما الاجابه ان هي ما بين 30 ل 60%، ومش 100%، يعني هي نسبه نجاحها مش مضمونه، مش 100%. طب عايزين نعرف ايه سبب الفشل، ايه اسباب الفشل اللي ممكن تخلي الزوجين يعملوا اطفال انابيب مره واثنين وثلاثه وتفشل برضه. لما نيجي نبص لموضوع اطفال الانابيب هنلاقي ان هو بيبقى بتركز حوالي في 4 محاور. اول محور طبعا بتبقى الست نفسها، ودي فيها حاجات ممكن فيها تؤدي الى فشل اطفال الانابيب، وبعد كده في حاجات في الراجل اللي هي تتعلق بالسائل المنوي والحيوانات المنويه، وبرضه اي مشكله فيها ممكن تؤدي برضه لفشل موضوع اطفال الانابيب. في مشاكل ممكن تطلع في الجنين نفسه اللي هو بيبقى نتاج عن تلقيح البويضه بالحيوان المنوي. واخر حاجه ان ممكن المكان نفسه او المركز يبقى فيه حاجات معينه ممكن تؤدي الى تكرار الفشل. لما نيجي نتكلم في اول موضوع عن الست، فاحنا طبعا بنتكلم اول حاجه عن التبويض او البويضات. عدد البويضات اللي بتطلع في الحقن المجهري مهم جدا، لان يعني كل ما يزيد عدد البويضات يبقى بالتالي هيزيد عدد الاجنه، فبالتالي هيبقى عندنا فرصه كويسه ان احنا ننقي حيوانات منويه اجنه صالحه ان احنا نقدر نرجعها في الرحم. في اول مشكله بتقابلنا ان ممكن مشاكل التبويض نفسها عند الست، يعني في مثلا اشهر حاجه ان هو تقدم العمر عند المراه، ده بيؤدي ان عدد البويضات بيبقى قليل، يعني احنا دايما لغايه سن 35 احنا بنقول نسب النجاح بتبقى من 50 ل 60%، بعد سن 35 بتبتدي فرص النجاح بتقل تدريجيا لتصل ان هي بعد سن ال 40 ممكن بتنزل خالص تبقى حوالي 10%. بيبقى السبب ان مخزون البويضات عندها ابتدى يروح، ابتدى يقل، فبالتالي لو احنا بنتكلم في واحده عندها مثلا 25 سنه وابتدينا نعملها تنشيط، هي عاده بتطلع 10 بويضات او فوق او اكتر من 10 بويضات. ممكن لو واحده مثلا سنها متقدم زي 40 سنه دي هتلاقيها تطلع بويضه او بويضتين بالكتير. بتبقى طبعا المشكله مش في بويضه او بويضتين، هي المشكله بتبقى في الجوده بتاعه البويضات نفسها، لان ربنا لما بيخلق الزوجه نفسها او الست هي بتتولد اساسا بمخزون بويضات معين بيقعد يقل مع العمر، لان من ساعه ما تبتدي البلوغ وتبتدي التبويض كل شهر في بيروح حوالي من 10 ل 15 بويضه في التبويض، رغم ان في بويضه واحده بتطلع، بس هو بيبتدي في الاول ان في بيبقى اكتر، بيبقى حوالي مثلا من 10 ل 15 بويضه بيطلعوا، فبالتالي مع الوقت بتبتدي عدد البويضات بيقل. لما نيجي في الاخر بعد سن ال 40 وحتى فوق ال 38 بنبتدي ان احنا بناخد البويضات اللي هي موجوده بقى لها فتره في المبيض، وبتبقى الجوده بتاعتها مش كويسه. والجوده لما اقول الجوده بقصد بيها الكروموزومات نفسها، الماده الوراثيه في البويضات بتبقى مش كويس، فبالتالي لما بتتلقى بحيوان منوي حتى لو كان حيوان منوي سليم 100%، الناتج الجنين بيبقى الجوده بتاعته مش كويس، بقى كروموزوملي اب نورمال، بقى في مشكله في الكروموزومات، فبالتالي بيبقى نسبه السقط بتبقى عاليه، او طبعا من الاول تبقى نسبه الحمل قليله، ولو حصل حمل تبقى نسبه ان يحصل سقط في اول 3 شهور بتبقى عاليه جدا. فبالتالي لما تجيلنا حاله من حالات اللي هي سنها متقدم شويه فوق 38، اول حاجه بنطلبها تحليل هرمون اسمه الاي ام اتش انتيمولارين هرمون، ده عباره عن تحليل بيورينا مخزون البويضات المفروض ان هو يبقى فوق 2، من 2 يعني بقى رقم 2 ل 3. لو هو اقل من 1 بنبتدي نقول لها انت فرصتك ان تطلع بويضات تبقى قليله، بنبتدي نقول لها نسبه نجاح العمليه تبقى كام. لو هو اقل من 1 احنا بنتكلم في نسبه نجاح من 10 ل 20%، ولازم هي تبقى عارفه لو موافقه على الموضوع بتكمل وبتبتدي الدوره بتاعت الحقن المجهري، او هي مثلا لقت الموضوع هيبقى صعب شويه فممكن انها بتاجله خالص. في لو هو بقى بيبقى اقل من نص او بيبقى اقل من مثلا تجيب التحليل يطلع مثلا 1 من 10 او 2 من 10، ده احنا بنرفض ان احنا بنعمل لهم التحليل، نعمل لهم الاطفال الانابيب، لان بتبقى نسبه نجاحها بتبقى قليله جدا، تبقى مش هتستاهل التعب اللي هم الزوجين هيمشوا فيه. ودي بتبقى حلها ملوش حل معين، يعني هي لو الست مصممه انها عشان موضوع الخلفه وكده فانها هتفضل انها هتعمل اول دوره نشوف مثلا جت بيضه بيضتين ثلاثه، عملت اطفال انابيب حملت كان بيها، ما حملتش لازم تقعد تجرب لغايه ما يجي حظنا في بيضه تبقى الماده الوراثيه بتاعتها كويسه، بالتالي ينتج عنها جنين كويس وان شاء الله يحصل حمل. النقطة التانية ممكن تحصل ان في ستات يبقى هم اساسا عندهم نوعية البويضات، احنا دلوقتي مش بنتكلم على السن، بنتكلم لو واحدة عادية سنها صغير ممكن انها تبقى عندها مشكلة ان نفس التبويض لما نيجي احنا بنعمل التبويض بالسونار فدايما بيبقى فيه بنقولها فيه حويصلات، في مثلا عندك على المبيض اليمين 5 حويصلات، على الشمال 6 حويصلات،
نيجي بقى ساعة العملية نسحب السائل اللي جوه الحويصلة اللي هو المفروض فيه البويضات، ممكن نلاقي ما يطلعش بويضات خالص. ده مرض اسمه امتي فوليكل سيندروم. تلاقي الست دي كررت في كذا مركز قبل كده حقن المجهري بس ما بتطلعش بويضات، وهي دي بتبقى الطبيعة عندها. حلها عادة مش بيبقى ليها حل في الموضوع قوي، او اللي احنا برضو بنقعد نجرب على امل ان ممكن حظنا ان هو يطلع بويضه مره، وبالتالي نقدر نكمل بيها موضوع الحقن المجهري. في ستات تانيين ممكن يبقى عندهم، او زوجات تانيين يبقى عندهم جوده البويضات فيها مشكله، ان هي البويضه بيبقى ليها شكل معين وليها جوده معينه، بتاخد سكور معين، ان هي نقول البويضه دي مثلا درجه اولى، البويضه دي درجه تانية على حسب جوده البويضات. في ستات بيبقى دايما عندهم البويضات الجوده بتاعتها وحشه جدا، تلاقيها بويضه غامقه، تلاقيها مش كويسه، دي بتبقى طبيعه تبويض عند الست دي، هي عندها مشكله في الموضوع ده، عندها مشكله في الجينات بتاعتها ومتمثله في المبيض بتاعها بيطلع بويضات ما تبقاش كويسه. دي برده بتبقى نسبه حملهم تبقى صعبه جدا، ان دي حاجه هم مولودين بيها وتبقى حاجه جينات موجوده فيهم. في ممكن ستات بيحصل لهم العكس، ان هي دايما تيجي تعمل حقن مجهري يحصل لها تنشيط زايد، ودي مشهوره قوي في الحالات اللي هي بتاعه تكيس المبايض. هو ربنا خلقها بمخزون بويضات عالي جدا، فبالتالي لما بتاخد حقن التنشيط اللي هي بتبقى حقن تنشيط قويه تطلع بويضات كتير قوي، وده بيبقى خطر على حياتها. يعني نلاقي مثلا طلعت كل ناحيه 20 30 بويضه، وده مش طبيعي، لان اول حاجه بتطلع البويضات بتبقى جودتها مش حلوه برده. تاني حاجه ان هو الموضوع ده ممكن ياثر عليها، لان احنا بتحصل مشاكل لما يحصل التبويض اللي هو التنشيط الزايد، ممكن يبتدي بتخرج سوائل من الاوعيه الدمويه بتاعه الدم، ويبتدي يحصل ترشيح في البطن وحوالين الرئه، تبقى مشكله كبيره. فساعات بنضطر ان احنا نكنسل او ننهي الموضوع دوره الحقن المجهري، ونخليها تيجي بعديها بثلاث شهور نبتدي بجرعات وادويه اخرى. ممكن تبقى المشكله تانية عند الستات غير التبويض نفسه، ممكن انها يبقى عندها مشكله في الرحم، ودي من حاجات كتير قوي، انها ممكن مثلا يبقى عندها حاجز موجود في الرحم، حاجز رحمي ده بيمنع التصاق الاجنه بالرحم. الحاجة التانية ممكن يبقى عندها ورم ليفي موجود جوه البيضة جوه الرحم نفسه، وده برضه بيمنع التصاق الجنين، حتى لو الجنين الجودة بتاعته كويسة انها تلتصق في الرحم نفسه. في ستات بيبقى عندهم نفس حجم الرحم قليل صغير، هم طبيعتهم كده، المبيض كويس بس الرحم نفسه صغير، وده برضه من الحاجات اللي بتؤدي الى تكرار الفشل عند الست، انها كل مرة تزرع الرحم بتاعها يطلع صغير. في اخر حاجة ممكن تبقى موجودة في الرحم، ان ممكن يبقى فيه لحميه معينه بتبقى موجوده في الرحم، دي دايما عامله كونتينوس اريتيشن، عامله دايما تهيج لبطانه الرحم، فبالتالي الرحم مش قادر يستقبل الجنين استقبال كويس عشان يبتدي يحصل حمل. دلوقتي الحاجه الثانيه غير اللي احنا بنتكلم على الست نفسها، في الراجل ممكن يبقى الراجل عنده مشكله، هي دي تبقى السبب الدائم في فشل الحقن المجهري، او تبقى السبب الدائم ان بيحصل سقط بعد ما يحصل حمل. اول الحاجات دي نفسها ان الحيوان المنوي تبقى الجوده بتاعته مش كويسه. احنا بنتكلم عن الحيوان المنوي لما نيجي نختاره هنا في المركز، في مراكز اطفال انابيب، احنا دايما بنختار الحيوان المنوي بيبقى ليه مواصفات معينه، قياسات معينه خارجيه. الراس بيبقى ليها حجم معين، بيبقى طول الراس ليه حجم معين، عرض الراس ليه حجم معين، الماده الوراثيه اللي احنا النيوكليس، الماده الوراثيه الموجوده، النواه الموجوده في راس الحيوان المنوي لازم برضو ليها شكل معين، وطبعا واللي هي الرقبه بتاعه الحيوان المنوي والديل بتاعه. في رجاله بقى عندها مشكله ان الحيوانات المنويه ضعيفه جدا، ولما اقول حيوانات منويه ضعيفه اقصد بيها ايه؟ ان هو يبقى التشوهات، انا يفرق معايا قوي في الحقن المجهري ان العدد ما يفرقش معايا، الحركه ما تفرقش معايا، انا اللي يفرق معايا قوي التشوهات والماده الوراثيه بتاعت الحيوان المنوي. العدد ما يفرقش معايا لان انا كده ولا كده انا مش بحقن غير حيوانات منويه عدد على قد البيضات اللي جت، يعني لو الراجل مراته جابت 5 بيضات انا عايز 5 حيوانات منويه. مراته جابت 20 بويضة انا عاوز 20 حيوان منوي، فما يفرقش معايا هو 20 مليون 30 مليون 10,000، الكلام ده ما يفرقش معايا خالص، لان انا عايز عدد حيوانات منويه قليل. الحركه ما تفرقش معايا برده خالص، ليه؟ ان انا الحركه بالنسبه لي ليها اهميه واحده بس، او مدلول واحد فقط، الا وهو ان الحيوان المنوي ده عايش. لو بيتحرك يبقى عايش، حتى لو حركته بطيئه جدا، مش لازم يكون بيجري بسرعه، حتى لو بيتحرك في مكانه كده شيكنج، بنسميها شيكنج موفمنت، دي برده بالنسبه لي مهمه، عايز اعرف الحيوان المنوي ده كويس. نيجي بقى للي يهمني في موضوع الحقن المجهري في الحيوان المنوي، اهم حاجه هو نفس الاشكال المشوهه، وبالذات اللي بتبقى موجوده في الراس وفي رقبه الحيوان المنوي، لان الراس الحيوان المنوي دي بيبقى فيها الماده الوراثيه بتاعه الراجل، ودي مهمه عشان الجنين الماده الوراثيه بتاعته بتتكون ازاي، بيجي له نص من الراجل من الاب ونص من الام، فبالتالي بيحصل تكون الكروموزوم الكامل للجنين نفسه، فيقدر ان هو يكمل وينقسم ويبتدي ان هو يكبر في رحم الام.
فلو المادة الوراثية فيها مشكلة من الحمل المنوي طبعا هيأثر على نتاج الجنين نفسه ونسبة النجاح في الحقن المجهري. في معلومة صغيرة عايز أقولها، ممكن لو الراجل عنده مشكلة شوية بسيطة في المادة الوراثية ومراته طبيعية، ساعات البويضة بتبقى قادرة على تصليح هذا العيب الموجود في الحمل المنوي، بس ده محتاج إن زوجته تبقى سليمة 100% والجينات بتاعتها قوية جدا. الحاجة التانية إن هي ممكن تبقى مشكلة في الحمل المنوي لو المادة الوراثية بتاعته كويسة، بمعنى إن إحنا ممكن نعمل تحليل سائل منوي، تيجي حالة عملت أطفال أنابيب 5 6 مرات قبل كده وكلهم فشلوا، بعد كده نيجي إن إحنا نشوف الحمل المنوي نلاقيه شكله كويس جدا، الرش كويسة جدا، المادة الوراثية شكلها يبقى كويس، الرقبة كويسة، الديل كويس، بس ده مش معناه الحمل المنوي سليم. ممكن ان نفس الماده الوراثيه جوه يبقى فيها تكسير، حاجه بنسميها تكسير الماده الوراثيه او الدي ان اي فراجمنتيشن الموجوده في الحيوان المنوي. ده دلوقتي بقى ليه تيست بنقدر نعمله، يمكن تحليل غالي شويه بس احنا بنقدر دلوقتي نعمل التحليل ده. فممكن بيجي لنا ست طبيعيه، راجل طبيعي بيعملوا حقن، اول حاجه متجوزين بقالهم فتره طويله ما بيخلفوش، ابتدى نقول عليهم اللي هو تحت مسمى عقم غير معلوم السبب، وده بيمثل حوالي 30% من الازواج الغير قادرين على الانجاب، فيبتدوا يحاولوا محاولات حقن مجهري، ومفيش برضه حقن، مفيش حمل بيحصل رغم ان البويضات كويسه والحمل المنوي شكله ظاهريا كويس. بنعمل احنا ساعتها التحليل بقى اللي هو الدي ان اي فراجمنتيشن ده على الحيوانات المنويه، نكتشف ان هو عنده تكسير ماده وراثيه موجوده بطريقه عاليه جدا في الحيوان المنوي، فبالتالي هو ده بيبقى السبب ان بيحصل فشل او تكرار فشل في الحقن المجهري. التكسير ده بيبقى ليه اسباب كتير جدا، طبعا اشهرها التدخين، ان الراجل مدخن بيدخن هيفي سموكر او بيدخن كتير لفتره طويله، فده بيطلع مواد معينه بتروح تاثر على الماده الوراثيه ويعمل هو الدي ان اي فراجمنتيشن او تكسير الحيوانات، تكسير الماده الوراثيه في الحيوان المنوي. المشكله الثانيه طبعا اللي موجوده كتير جدا هو بيبقى فيه التهابات في السائل المنوي، ونفس ممكن ان هي نفس الخلايا الصديديه بتطلع برضو ماده معينه مؤكسده بتروح تعمل تكسير في الحيوانات المنويه. يبقى اذا لما الراجل يجي يعمل حقن مجهري وكان عنده فشل قبل كده وبص على السائل المنوي بتاعه الاقي ان فيه التهابات، فساعتها اقول له لا نستنى شويه لغايه ما نعالج الالتهابات دي، نحاول اعالج له الالتهابات. في ساعات التهابات تقعد تعالجها مش بينفع علاجها، فبالتالي لما يجي يكرر موضوع الحقن المجهري بياخد حيوانات منويه من الخصيه، حتى لو هو عنده في السائل المنوي كتير بسحب ابره من الخصيه، ان بتبقى الحيوانات المنويه ساعتها ما فيش التهابات، ان الالتهابات بتبقى موجوده بره الخصيه في الطريق اللي هو من الخصيه لغايه ما تخرج من العضو الذكري ساعه القصف. بيبقى الالتهابات اكتر حاجه تبقى موجود فيها حاجه اسمها البربخ. البربخ ده جزء موجود فوق الخصيه بيحصل فيه تخزين للحيوانات المنويه. وفي حاجه تانية اسمها الحويصله المنويه، دي هي غده كبيره مسؤوله عن افراز السائل الابيض اللي بينزل مع الحيوانات المنويه. فدول لو فيهم التهابات، وطبعا البروستاتا طبعا ممكن طبعا لو فيها التهابات ياثر عليها. فبالتالي انا لقيت في التهابات في السائل المنوي قبل اجراء عمليه الحقن المجهري، فبفضل او لازم ان انا بديله علاج قبليها على الاقل بشهر او شهر ونص عشان اعالج له الالتهابات الموجوده عنده، او ان انا ممكن بسحب ابره من الخصيه، اخد حيوانات من الخصيه لسه فريش لسه متصنعه، ما عدتش على البربخ، ما عدتش على البروستاتا، ما عدتش على الحويصله المنويه، وباخدها بستخدمها في الحقن المجهري. ثالث سبب لموضوع تكسير الماده الوراثيه، وده برضو مشهور جدا في مصر، اللي هو بيبقى موضوع دوالي الخصيه. دوالي الخصيه دي من الحاجات المنتشره وبتبقى من الاسباب الموجوده اللي بتسبب عقم للرجال. الفكره كلها لما احنا عايزين نعرف ايه هي دوالي الخصيه، انا هتكلم عليها بانجاز جدا يعني. ربنا خلق للراجل الخصيه، الخصيتين بره الجسم مش زي الستات المبايض جوه الجسم. ليه؟ عشان تصنيع الحيوانات المنويه لازم يكون في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم، يعني لو درجة حرارة الجسم 37 هي لازم الحيوانات المنوية تتصنع في درجة حرارة 35.6. الدوالي دي عبارة عن أوردة مليانة دم اللي هو درجة حرارته 37 بتحيط الخصية، وبالتالي لما تبقى الخصية محاطة بدم درجة حرارته 37 ده بيرفع من درجة حرارة الخصية، فبيأثر على تصنيع أو توليد الحيوانات المنوية. تاني حاجة ان الدوالي بتطلع مادة معينة اسمها ROS او Reactive Oxygen Species، دي بيبقى بسميه هو الاكسجين المؤكسد، دي مادة بتطلع بتروح تهجم على طول على الخلايا اللي بتصنع الحيوانات المنوية، الخلايا الام والحيوان المنوي نفسه كمان، وبتبوظ المادة الوراثية بتاعته. فبالتالي مهما يقعد يعمل حقن مجهري برضو الموضوع مش هينجح، يبقى لازم ده يتعمل له عملية الدوالي
عشان يبتدي يتصلح الحمامات المنوية ويحصل حمل ان شاء الله. تالي بنخش ناخد من الخصية. في ساعات التعامل مع الحمامات المنوية من الخصية محتاجة خبرة كبيرة جدا، مش اي المراكز تقدر انها تتعامل بيها. انها نفس عملية اخذ العينة ليها شروط معينة، عملية استخراج الحمامات المنوية من النسيج بتاع الخصية، ده طبعا موضوع كبير جدا وموضوع صعب جدا ومحتاج تقنية عالية ومحتاج خبرة عالية جدا. تالت حاجة بتحصل ان احنا لازم ننشط الحمامات المنوية بتاعت الخصية قبل ما نحقنها، ليه؟ عشان نقويها ونعرف مين الحمامات المنوية العايش من عايشة من الميتة، لان معظم الحمامات المنوية مستخلصة من الخصية تبقى مشكلتها انها حركتها بتبقى معدومة او تبقى بطيئة جدا او بتبقى ضعيفة جدا، فهي دي من الحاجات اللي هي ممكن تبقى موجودة في الراجل نفسه. في مشاكل تانية دي بتبقى في بقى حاجات بتحصل قليلة جدا بس تبقى موجودة، ودي برضو بتبقى محتاجة خبرة في التعامل معاها، زي حاجة بنسميها الايموتايل سيليا سيندروم، او ان هو راجل عنده القصف نفسه الحمامات المنوية اللي بتنزل كلها ما بتتحركش، وانا بقول ما بتتحركش مش بقول ميتة، ممكن حمام منوي يبقى ما بيتحركش بس يبقى عايش. فازاي اقدر اعرف اذا كان حمام منوي ده هو مش بيتحرك، هل هو عايش ولا ميت؟ دي محتاجة تقنية ومحتاجة خبرة جدا كبيرة جدا في الموضوع ده، اللي انا بحط عليها مواد معينة في الاول بشوف اذا تقدر تتحرك ولا لا. عادة في الحالة دي ما بتتحركش برضه، فبضطر اعمل تيست اسمه الهوس او الهايبو اوزموتيك سويلنج تيست، وده برضه بيبقى تحليل دقيق جدا ومحتاج خبرة عالية، ان احنا بنعتمد ان احنا بنحط الحمامات المنوية في سائل حواليها، فلو الحمام المنوي عايش تلاقي ديله اتنفخ او ديله لف حوالين نفسه، فده معناه ان هو بيبقى عايش، فبالتالي بناخده وبنحقنه داخل البويضة. نيجي بعد كده للمشاكل هي ممكن تبقى موجودة في الجنين نفسه. احنا عندنا دايما في حقن المجهري، احنا عندنا في المعمل للاجنة في كذا مرحلة مهمين جدا. اول مرحلة بتبقى مرحلة التخصيب، ان انا لما بحقن حمام المنوي جوه البويضة مفروض ان بعديها ب 14 ساعة او مفروض من بعديها من 7 ل 20 ساعة بعد الحقن نفسه، مفروض ان البويضة بتتعرف على الحمام المنوي. يعني ايه بتتعرف على الحمام المنوي؟ بتبتدي تعرف ان في حمام منوي دخل جواها، وانها تبتدي تستخلص المادة الوراثية بتاعت الحمام المنوي وتضم لها عشان هي البويضة اللي هتعمل الجنين فيما بعد. فممكن ان هو ما حصلش تخصيب، تلاقي مثلا ست جايبة 10 بويضات حقناهم، نقول لهم تاني يوم مفيش تخصيب، بيبقى ايه السبب؟ السبب يا اما في البويضة يا اما بيبقى في الحمام المنوي. في ساعات البويضات قلنا لو الجودة بتاعتها مش عالية، قلنا سواء كان الزوجة سنها كبير او كانت هي الست اساسا عندها مشكلة في التبويض طبيعتها كده، فممكن ان البويضة تبقى مش قادرة انها تتعرف على الحمام المنوي، فبالتالي مش هيتكون جنين. الحاجة التانية ودي الاشهر، المشكلة تبقى في الحمام المنوي نفسه. الحمام المنوي المفروض لما بتحقن داخل البويضة حتى في الحمل العادي بيدي اشارة للبويضة، بيقول لها يا بويضة انا دلوقتي دخلت جواكي، انا كحمام منوي انا موجود جوه البويضة، عشان تبتدي البويضة بتعمل حاجات معينة، بتبتدي يتغير مستوى الكالسيوم داخل السيتوبلازم بتاع البويضة نفسها او المية بتاعت او التكوين البويضة نفسه بيبتدي يتغير، عشان يبتدي ان هو يستخلص المادة الوراثية من الحمام المنوي وتضمها ليها، فبالتالي يتكون الجنين، تبقى الكروموزومات بتاعته او الجينات بتاعته عددها كامل. طبعا اشهر الحاجات اللي هي ما حصلش تخصيب لما تبقى الحمامات المنويه جايه من الخصيه، واحنا زي ما قلنا الحمامات المنويه مستخلصه من الخصيه محتاجه خبره عاليه في التعامل معاها، وده بيختلف من مركز لمركز، حتى مش في مصر، في العالم كله بيبقى في مراكز متخصصه لعقم الرجال او متخصصه للحالات الازوسبرميا، اللي هي تلاقي المركز شغله الاساسي على الرجاله اللي هي ما عندهاش حمامات منويه في السائل المنوي، فبنفتح نستخلصها من الخصيه. لان ساعات بعد ما نطلع الحمامات المنويه ناخد من نسيج الخصيه نلاقي ان عدد الحيوانات المنويه الموجوده كلها يتعدى على الصوابع، قليل جدا، ونصهم ميتين كمان، فبالتالي لازم نبتدي نعمل تستات معينه وتنشيط معين لما نحقن الحمام المنوي. في بيبقى حلها ان احنا في دلوقتي حاجه اسمها تنشيط البويضات، بعد ما احقن فيها حمام منوي ضعيف بحطها في ماده اسمها كالسيوم اينوفور، دي ماده بتبتدي انها بتبتدي تساعد على ان ماده الكالسيوم تخرج من حاجه اسمها الميتوكوندريا موجوده في البويضه، فبالتالي بيجبر البويضة او بيساعدها على انها تستخلص المادة الوراثية من الحمام المنوي. طريقة التنشيط دي ممكن اعملها بطريقة تانية اللي هي بالكهرباء، اسمها الكترو اكتيفيشن، دي بنحط برضو البويضات في جهاز كده معين، جهاز دقيق جدا متخصص جدا، ابتدي هو يطلع نبضة معينة من الكهرباء، بتبقى نبضتين او ثلاثة، النبضة دي برضو بتخلي البويضة بتجبرها او بتساعدها على انها تبتدي تلاحظ التغير اللي عمله الحمام المنوي لما اتحقن جواه. دي بتبقى بالنسبه لموضوع التخصيب، يبقى احنا قلنا اول مرحله بتبقى التخصيب بعد ما بنحقن البويضه، ف
فده قلنا من ما بين 7 ل 20 ساعة بعد الحقن، وممكن ساعات بتفشل موضوع التخصيب ده، وبيبقى حله ان احنا بنشوف الاول جودة الحمل المنوي. في ممكن لو جالي زوجين عندهم فشل تخصيب بقالهم فترة، ممكن انا باخد الراجل وبقعد اديله علاج قبل ما اعمله الحقن المجهري، ممكن توصل العلاج ده لمدة سنة، يقول احنا هنأجل الحقن المجهري دلوقتي لغاية ما اقدر اعالج لك موضوع الحانات المنوية، او اخلي الحانات المنوية كويسة اقدر استخدمها في الحقن المجهري. فممكن انا لو كان في الزوجين عندهم مشكله في فشل متكرر للحقن المجهري نتيجه فشل التخصيب، ممكن انا بمسك الزوج وبجيب الراجل وبقعد اعالجه، ممكن يوصل العلاج لمده سنه، ويبقى الهدف من العلاج مش ان هو عشان يخلف طبيعي، بيبقى الهدف ان هو عشان المحاولات الجايه بتاعه الحقن المجهري انها تنجح. دي اول مرحله في موضوع الحقن المجهري. تاني مرحله بيبقى بعد ما يحصل تخصيب يبتدي يحصل انقسام. في حالات نادرة جدا، يعني انا مثلا شفت منها في حياتي كلها 3 حالات، ان هو يحصل التخصيب للبويضات كلها بس ما بتديش يحصل انقسام. دي بيسميها جي 1 فيز. تبقى عندهم مشكله، بتبقى الست دي بتبقى مشكله في البويضه بقى نفسها، تبقى مشكله ست انها عندها الانزيمات والمواد المسؤوله عن الانقسام مش موجوده، ودول بيبقى نسبهم عاده مش بنخليهم يكرروا موضوع الحقن المجهري، بتبقى نسبه نجاحهم بتبقى تقريبا صفر. في المرحله اللي بعديها اللي بتبتدي في الانقسام، احنا عندنا لما الجنين بعد ما بيتحقن ويحصل تخصيب بيبتدي يحصل الانقسام، بيبقى اول يوم، بيبقى تاني يوم، بيبقى اول يوم بعد الانقسام بيبقى الجنين بيبقى حوالي من 2 ل4 خلايا، اليوم التالي بيبقى من 6 ل10 خلايا، اليوم الرابع بيبتدي يحصل اللي هو بيسميه الكومباكشن او الموريلا، بتبتدي الخلايا بتنضم كلها على بعضيها، عشان اليوم الخامس اللي بعديه بيتكونوا اللي هو البلاستوسيست او الجنين اليوم الخامس. في بقى ساعات المشاكل كلها بتحصل في الفتره دي، احنا نلاقي بدايه انقسام الجنين في الاول مش كويس. احنا لما نيجي نحكم على الجنين بيهمنا هو بيبقى الجنين بيبقى عباره عن خلايا كده مدوره. اول حاجه بنحكم عليها الوقت اللي بيتلازم مع انقسام الخلايا، المفروض ان كل وقت بقى ليه عدد خلايا معينه. يعني انا مثلا لو جيت اليوم الثاني قلنا المفروض الاقي الجنين من 2 لغايه 6 خلايا، ممكن لو انا جيت اليوم الثاني ولقيت جنين 10 او 12 خلايا ده جنين مش طبيعي، جنين مش كويس، ما ينفعش انقله. لو انا جيت اليوم الثاني اخر اليوم التاني ولقيت الجنين 2 بس ده برضو جنين متاخر. لو جيت اليوم التالت لقيت ان الجنين لسه ما زال 4 خلايا، هو المفروض يبقى من قلنا يبقى من 8 ل 12، ما زال 6 خلايا، ده برضو جنين متاخر في الانقسام. جيت اليوم التالت لقيته متقدم في الانقسام، ده برضو جنين مش كويس، معناه الجينات بتاعته مش كويس. يبقى اذا الجنين لازم يمشي بخطوات معينه وكل وقت يبقى ليه انقسام معين. في احنا ممكن يجي لو احنا هنستنى لليوم الخامس نلاقي الجنين ما ابتداش يعمل بلاستوسيست، او اللي هو ما ابتداش يعمل هو الجنين اليوم الخامس، فبالتالي بتبقى فرصه النجاح بتبقى ضعيفه جدا. احنا لما نيجي بنبص على موضوع احنا لما في الاطفال في الحقن المجهري لما يجي بنتابع الاجنة كل يوم بنديها سكورينج سيستم معين، بنديها بنشوف الجوده بتاعت بتاعت الجنين نفسه. ده بيعتمد زي ما قلنا على عدد الخلايا اللي فيه، على شكل الخلايا نفسها، هل الخلايا كلها قد بعض ولا لا، دي نقطه مهمه. هل ان الخلايا نفسها كلير، هل هي واضحه ولا لا، ممكن ساعات تبقى في حاجات زي خلايا صغيره حوالين الخلايا الكبيره، دي برده حاجه ما تبقاش كويسه. طبعا كل ما كان الجنين ماشي مظبوط، الخلايا قد بعض كلير واضح ما فيهوش اي مشكله، كل ما بتبقى نسبه النجاح تبقى عاليه جدا. وكل ما كان فيه تشوهات، كل ما كان فيه مشاكل، الخلايا مش قد بعض، متاخر او مستعجل على الانقسام، ده برده يعمل مشكله. في بقى اخر مرحله بنتكلم فيها ان هو ساعه الزرع نفسه. احنا لما نيجي بنزرع الجنين بنحطه في قسطره معينه، بنخش من الرحم وبننزله في الرحم في مكان معين، دلوقتي بقى بالسونار ثلاثي او رباعي الابعاد بنقدر نحطه في المكان المعين. في ان هو ممكن الجنين احنا بعد ما نحط الجنين داخل الرحم احنا ما بنعرفش ايه اللي بيحصل، تنقطع علاقتنا بالجنين تماما. بس ان هو ممكن الجنين بيبقى موجود زي في غشاء حواليه كده، المفروض ان هو بيكسر الغشاء ده بنسميه الفأس، ان هو بيفقس ويبتدي ان هو بينزل في بطانه الرحم عشان يزرع نفسه. في ساعات اجنه ما بتعرفش انها تكسر الغشاء اللي حواليها، ليه؟ نتيجه ان الغشاء ده بيبقى تخين او سميك، وده بيبقى موجود اكتر في ستات الزوجات اللي سنهم كبير. فبالتالي دلوقتي بنعمل لهم حاجه اسمها فأس مساعد بالليزر، ان احنا بنعمل لهم ثقب في الغشاء ده عشان الجنين يقدر ان هو يطلع منه. برضو الاجنه المجمده لما في دلوقتي بقى طبعا بقى في ثوره رهيبه في تجميد الاجنه، ففي ستات كتير جدا بيجوا ينقلوا اجنه مجمده، فبرضو التجميد بتاع الاجنه وفكها ده برضو بيعمل ان هو بيتخن، بيأثر على الغشاء اللي حوالين الجنين، فبالتالي ممكن الجنين ما يعرفش ان هو يخرج، عشان كده بنضطر احنا نعمله فأس بالليزر. ممكن ان نفس بطانه الرحم تبقى مش مستعده انها تستقبل الجنين،
ليه؟ لان هي ساعات في نظريات كتير، بس هي ممكن ان هو مثلا رحم نفسه بقى فيه حاجه، يبقى هرموناته مش مظبوط، او المواد الكيميائيه الافرازات بتاعته مش مظبوطه، او ممكن زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان هو في حاجز في الرحم، في لحميه في الرحم، في ورم ليفي في الرحم، ده كله ممكن ياثر على ان الجنين ما يقدرش انه يزرع نفسه. في دلوقتي احنا ناس كتير، او كان في ابحاث كتير جدا طلعت بتقول ان الادويه نفس الست بتاخدها عشان خاطر تنشيط التبويض ممكن انها بتاثر في بعض السيدات، مش كل السيدات، انها تاثر على الافرازات والهرمونات الموجوده في الرحم نفسه، فبتخلي ان الرحم مش قادر ان هو يخلي الجنين او يستقبل الجنين ويحصل حمل. طبعا المشكله دي دلوقتي اتحلت تماما بعد ما ابتدينا ان احنا موضوع التجميد الزجاجي لما ظهر، لان في دلوقتي طريقه جديده من اول 2006 او 2005 طلعت، ان هي اسمها التجميد الزجاجي، بتجمد الجنين وبتسيحه تبقى بنفس الجوده بتاعت الجنين نفسه. فبالتالي احنا بنديها التنشيط في اول مره، بيطلع الاجنه، بنعمل حقن المجهري، بيبقى عندنا اجنه، مش بنرجع الاجنه للزوجه خالص، بل بنجمدها، بنحتفظ بيها، وبنجيب الزوجه بعد ثلاث شهور من غير ما نديها حقن، من غير ما نديها اي حاجه، بنديها بس مثبتات لبطانه الرحم، بنرجع لها الاجنه، بتبقى نسبه النجاح الاجنه المجمده عاليه جدا. واخر احصائيات سواء عندي في المركز او سواء في مراكز اخرى او حتى في العالم، لقوا ان نسبه الحمل على الاجنه المجمده اعلى حوالي من 7-10% من الاجنه الفريش. وفي بلاد زي اليابان وزي بلجيكا بطلوا انهم يرجعوا اجنه فريش خالص، بيرجعوا اجنه مجمده. دي طبعا من الحاجات اللي عملت ثوره هائله. يبقى اذا احنا عايزين نقول ان اسباب الفشل ممكن يبقى زي ما قلنا مشكله في الزوجه في البويضات او في الرحم، ممكن تبقى مشكله في الراجل نفسه في الحملات المنويه، في الجوده بتاعتها او في الحركه بتاعتها او في الاشكال المشوهه، ممكن تبقى في الجنين نفسه، واخر حاجه ممكن تبقى موجوده ان هو المعمل يبقى مش عامل جوده كويسه، او اللي هي المقاييس العامه للجوده اللي هي بنسميها الكواليتي كنترول، بحيث طبعا المعمل ده طبعا مكان دقيق جدا، بيبتدي من اول النقاء بتاع الهواء الموجود، من اول درجه التعقيم، انواع الحضانات. دلوقتي في الحضانات كلهم فيها تطور، يعني في دلوقتي حضانه نزل جديده بصدد اللي احنا نجيبها، اللي هي حضانه بتحط فيها الاجنه، فيها كاميرات بتقعد تصور الاجنه، ما بفتحش على الاجنه مش بشوفها، هي بتبقى متوصله بكاميرا بره، انا باجي اتفرج على المونيتور اشوف انقسام الجنين كله، وفي الاخر المده على اليوم الخامس او الرابع الحضانه دي الكمبيوتر بتاعها بيديني ملخص للاربع ايام اللي فاتوا او الخمس ايام اللي فاتوا، بيديني في خلال 3 دقائق، وانا بقدر على حسب الصور والفيديوهات اللي بتعرضها لي الحضانه نفسها اللي انا اعرف اني جنين كويس. بل ده الحضانه نفسها فيها اوبشن انها تقول لك دلوقتي احنا اليوم الخامس يا دكتور عمرو هتنقل اجنه، من فضلك انقل الجنين رقم 5 و9 و8، هم دول الاجنه الكويسه اللي بيحصل منها حمل بطريقه كويسه. زي ما احنا قلنا طبعا الحضانات مهمه، نفس المواد اللي احنا بنحط فيها الاجنه دي برضو لازم يتعمل عليها كواليتي كنترول كويس جدا، درجه حرارتها، حاجه اسمها البي اتش او اللي هو تبع الحامضيه والقلويه بتاعه الماده نفسها، اللي احنا بنبتدي نشوف هل في نقاء الهواء عامل ازاي، والحاجات دي مهمه جدا، ودي تعتبر اهم حاجه في اطفال الانابيب، وهي دي اللي بتفرق مركز عن مركز. لان ممكن كتير جدا تلاقي واحده عملت حقن مجهري مثلا بره 5-6 مرات وجت عندنا ربنا كرمها، ده مش لسبب معين، السبب ان احنا بنهتم بالاجهزه بتاعتنا وبالجوده بتاعت المعمل نفسه. وكل الحقن المجهري او اطفال الانابيب ده بيكون من كذا خطوه، من اول الحقن، متابعه التبويض، اذا دول طبعا دكتور النساء، سحب البيضات، وبعد كده بيجي دور المعمل ياخد البيضات ويحقنها ويحطها في الحضانه ويتابعها، يرجع دور دكتور امراض النساء تاني ان هو يحطها داخل الرحم بطريقه معينه، لان ممكن في دكاتره نساء ما عندهاش خبره ازاي يرجعوا الاجنه في الرحم، يحطوا في اي حته، طبعا ممكن يبقى الجنين كويس جدا بس ما يحصلش حمل. واخيرا طبعا دكتور الذكوره واهميته ان هو بيبتدي يعالج الراجل جيدا قبل ما يبتدي موضوع الحقن المجهري، خصوصا لو كان فيه فشل متكرر. وان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله هنتكلم على الجديد اللي ممكن نعمله عشان نحسن فرص الحمل بالنسبه للناس اللي حصلهم فشل قبل كده.